في معلومة جديدة أول مرة أدري عنها. شفت هذا السطح الناعم؟ هذا إذا بغيت تلغي حدة السكين تشحذ السكين عليه، ها، وتروح الحدة. وإذا بغيت تحد السكين هنا، يعني زي ما تقول هذا اللي شغل السكين وهذا اللي طفي السكين. السلام عليكم، بوريكم طريقة. تسكت أنت، قاعد أشرح لها داعش تصنع السكاكين. شفتوا؟ بدأ لي هالسنة وقررت اني ما اوديها، فقررت اني اصنع السكاكين بنفسي عن طريق هذه. سهلة مرة، لا قدم لك اذا خاصة الواحد فاضي، اذا مشغول راح وديها. بس انك لما انك ذبحت نص الذبيحة ونذات مطر سسم السكينة. فهذه جبت هالحجار وقعدت اسم، ها، تقريبا يمكن والله اعلم الى مرة السكينة بيها 5 دقائق 4 دقائق. بعدين نجرب، يقولون جايب جرب ورقة دايم ما زبطت. مرة ثانية. سوى مرة ثانية. نسينا زود. الله يمسكنا يا بيبي. طيب يلا 5 دقائق. وقف التصوير عشان سنيت الزود. طيب يلا عادي، الحين نجرب على ورقة. زبطت يعني زبطت. ها؟ نص ونص؟ يعني زبطت. طيب وهالسكينة اللي تو صلحناها؟ الحاجة الرضا ما ينفع. ها؟ الحاجة الرضا ما ينفع. وراء؟ الأحسن ذي السكينة. طيب والله نشوف انه يعني السن الزوج. ايه. هذول كلها سنتين. بقى سنتين قلت بوريكم. طيب هذه بعد سنيتها تو. والله شكرا. هذه اللي مقرر للذبيحة ان شاء الله. ان شاء الله. هذه حق الذبح. ان شاء الله بنشوي كبده. خلاص اصبر، باقي نقطة ثالثة، تستير ثالث في. اصبر يلا ثالث تستير ثالث يلا. ايه اللي بيستخدم هذه برضه كويسة، بس هذه انا انصح علشان السواطير. صراحة سنيت فيها السواطير حلوة. ها السواطير هذه بس وهذه السكين اللي بي السكاكين هذه. بس دائما تذكر انه اللي انت تحك بالاخير هذا لا يجي الجنب تشقق وتجرح، ما له داعي. الهرج كله وعلى النظري هنا. إيه. الهرج على وشه الطرف. تجي للطرف كذا، خلي التاك على الطرف، والطرف من هنا والطرف من هنا. هذه طريقة سن السكاكين. واضح يا عرب. جوري. هذه بعد. والباقي. ها؟ والباقي. خلاص شكرا.